أهلا بكم. حتى عام 2003 كان التخطيط العمراني الغالب للبيوت العراقية ينسجم مع ثقافة المجتمع وتاريخه، ويمتاز بالمساحات الواسعة التي يتجاوز بعضها 600 متر. لكن الفوضى التي رافقت الغزو الأمريكي شملت كل شيء ووصلت إلى إفساد التخطيط العمراني على مختلف المستويات، بما في ذلك تحويل مئة البيوت الكبيرة إلى شقق صغيرة وبواجهات لا تتجاوز 3 أمتار. الحكومة الحالية أطلقت مشروعاً للاستثمار في 5 مدن سكنية جديدة، مؤكدة أن أزمة السكن ضمن أولوياتها لتقليص عدد المواطنين المضطرين للسكن في المناطق والمساكن العشوائية غير القانونية. الحاجة المستمرة للسكن ساهمت في تحول البيوت الكبيرة إلى مجمعات صغيرة في ظل ارتفاع التعداد السكاني واستمرار الهجرة نحو المدينة. هذا الأمر أثر بشكل كبير على المنظومة العمرانية للمدن، والمتمثلة في وجود مناطق كبيرة يسكنها أصحاب الأموال وأحياء صغيرة يسكنها العاملون لديهم. مشكلة السكن في بغداد دفعت الحكومة إلى التفكير بمنح استثمارات تتعلق بتشييد مجمعات سكنية واطئة الكلفة كما هو المعمول به في إقليم كردستان. لكن القروض السكنية التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي لا تنسجم مع الحاجة الفعلية للسكن بسبب المبالغ الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية.